السبور، الموسيقى، الأخبار. أوزي فم سمعك التصويرة. حوار خاص. حوار خاص. هلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من لقاء خاص. يأمن الحصة تقنيا وفنيا زميلي محمد الفقير، في الإعداد والتقديم سارة خضر. اليوم معنا زوز ضيوف، معنا السيدة سهم بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، أهلا وسهلا. عسلامة. ومعنا أيضا علا بن نجمة أحد أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، أهلا بك. مرحبا. عسلامة. اليوم أعضاء الهيئة والهيئة الحقيقة والكرامة أو مجموعة من أعضاء الهيئة في زيارة لجيبس لمصافحة أولى مع أهالي وجيبس ومجتمع المدني. لو نحط سيدة سهام هذه الزيارة في إطارها، لماذا هذه الزيارة ولماذا الآن؟ احنا تعرف سيدتي انه هيئه الحقيقه والكرامه ستنطلق في اعمالها في بدايه شهر ديسمبر، وهي توا في بصدد تركيز فروعها الجهويه ووضع القانون الداخلي ودليل الاجراءات نتاعها، وقبل تركيز الفروع الجهويه حبت الهيئة أنها تمشي تعمل مصافحة مع المجتمع المدني في الجهات، أولا معنى أن تتصنت تطلعاتهم اقتراحاتهم، شنية الأفكار اللي يراوها رؤيتهم في تفعيل هيئة الحقيقة والكرامة، من أجل أنه هالأفكار ذي الكل احنا باش ندرجوها في المخطط الاستراتيجي متاعنا لمدة 4 سنوات، و باش يكون عملية تركيز الفروع الجهوية معناها مستوحاة من هاللقاءات هذية، وأنها تستجيب إلى طلب، ما تكونش مسقطة وما تكونش عملية يعني فوقية. طيب خلينا قبل ما ندخل في التفاصيل وباش نرجعوا بعد لمسألة تركيز الهيئات الفرعية، لأنه موضوع مهم وبرشا أسئلة تحوم حول المسألة هذه. خلينا نسأل علا، منذ أن تم انتخابكم ربما ما يعني ما فماش كان ظهور إعلامي كبير ليكم، ربما ما نعيشه هذه الأيام من موجة الانتخابات وحمى الانتخابات خلت يعني الحديث عن الهيئة وعن عمل أعضاء كأنه يغيب شوية إعلاميا. هل أنه مسألة عدم ظهوركم إعلاميا اختيار منكم أو هو تغييب متعمد؟ ثم زاد خلينا فرصة نعود مرة أخرى نعرفوا بمن هم هؤلاء أعضاء الهيئة، أن لو نعود نعرفوهم بضبط كم عدد أعضاء الهيئة ومن هم، خلي الناس تزيد تعرفهم أكثر. هو الحقيقة بالنسبة للتعاطي مع الإعلام أنا ما نجمش نقول لك فما تغييب متعمد، أما نقوله أنه احنا اخترنا أنه ما نظهروش برشا في الإعلام، واخترنا أنه نعمل بصمت. تعرف أنه الفصل 56 من قانون الأساسي عدد 53 متعلق بإرسال عدالة الانتقالية وتنظيمها يقول أنه عنا ظرف 6 أشهر من معناتها انتداب انتخاب الأعضاء هذوما حتى الهيئة تركز الهيئة، لأنه الهيئة معناتها صحيح فما 15 عضو انتخبهم المجلس الوطني التأسيسي، لكن هالأعضاء هذوما يلزمهم مقر، ومقر مؤثث ومجهز، ويلزمهم إدارة ويلزمهم خبراء وناس تخدم، معناتها هذا الكل احنا ما فماش، احنا ما عناش، احنا كبدينا عنا قاعة مشكورة وزارة العدل والعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان مكنتنا فيها، كنا نجتمع وما كانش عنا لا هاتف ولا عنا حاسوب أورديناتور ولا عنا كاتب ولا عنا أي شيء، ظلينا نخدمه حتى بعد أكثر من شهرين باش رئاسة الحكومة أعطتنا 5 مكاتب في المقر السابق لبنك الإسكان في خير الدين باشا. وإحنا أخيرا اخترنا مقر وكريناه وتوا بصدد وضع لمسات أخيرة اللي تعرف مقتضيات قاعات الاستماع ومسائل مثل هذه قاعدين توا معناتها بصدد وضع لمسات الأخيرة لها وإن شاء الله ندخلوا في. طيب أنا مش ندخلوا فيها في التفاصيل هذه في سياق الحديث، لو باختصار الأعضاء 15
تعريف ولو مختصر ليهم أهم شنية الاختصاصات؟ هو الحقيقة في القانون فما اختصاصات معناتها واردة بصريح العبارة أنه فما ممثلين عن جمعيات حقوق الإنسان وممثلين عن جمعيات الضحايا، فما قاضي عدلي وقاضي إداري، فما محامي، وبقية الأعضاء هما يمثلوا يعني معناتها مواضيع ذات علاقة بالعدالة الانتقالية. فاحنا يعني ال15 تعرفونا الكل، السيدة سهام بن سدرين، زوز قضاة، القاضي العدلي هو سي محمد بن سالم، كان معانا اليوم في جربة وفي قابس، وبش يكون معانا غدوة في الحامة وفي مدنين، يوم السبت صباحا في الحامة إن شاء الله، أي العشر ونصف الحامة، والعشية احنا في مدنين، ويوم الأحد احنا الصباح في تطاوين، وبعدين في بن قردين، والمساء في. إذا أنتم في جولة عبر الجهات. عبر الجهات 12 جهة، مش كان الفريق متاعنا، احنا أربعة فرق، كل فرق عندهم ثلاثة ولايات في لقاءات فيها. نكمل بالنسبة للقاضي الإداري هو سي محمد العيادي، أنا هي المحامية علا بن نجمة. بالنسبة للأستاذة السهام الجمعيات الحقوقية، أنت والأستاذ خالد الكريشي، لا أنت وابتهال، أي أنت وابتهال، السيدة ابتهال، الأستاذ ابتهال عبد اللطيف. بالنسبة للأستاذ خالد الكريشي جمعيات الضحايا، وكذلك الأستاذ زهير مخلوف. بالنسبة الأستاذ علي غراب اللي معانا اليوم غدوة وبعد غدوة وديما إن شاء الله والأستاذة نورة البرسالي والدكتورة حياة الورتاني والدكتور سليح راشد والدكتور سليح الدين راشد والأستاذ عادل المعيزي والدكتورة هي كان معانا الأستاذ عزوز الشوالي وتو خذيت لا كان معانا خميس الشميري، أي الأستاذ خميس الشميري وخذيت مكانه ليليا بوغيرة، ومعتها هذوما الكل طيب. مواضيع متعلقة بالعدالة الانتقالية. طيب. طيب نرجع للسيدة سهام بن سدرين، هؤلاء الأعضاء الخمستاش اللي نعرفوا ناس كل تذكر المسار والمخاض العسير في عملية انتخابهم من طرف المجلس الوطني التأسيسي، أصبحت الآن الهيئة واقع بعد ما كانت مطمح ومطلب الكثير أصبحت واقعا. أنتوا خبتوا منذ أشهر، لكن المواطن يسأل في الجهات أين هي هيئة الحقيقة والكرامة؟ هل الأعضاء الخمستاش شنو قاعدين يعملوا من تم انتخابكم يومنا هذا؟ أين أنتم؟ احنا ساعة بالنص القانوني ما نجم نبدأ إلا بعد ستة شهر. ستة شهر ذوما عنا جملة من المهام اللي ذكرت منهم شوية قبيلة، هو وضع قانوننا الداخلي، وضع دليل إجراءات، تركيز إدارتنا المركزية، تركيز الفروع، تركيز لجنة التحكيم، لجنة الفرز والغربلة والإصلاحات المؤسساتية، لجنة أخرى مختصة، يعني ثم خدمة تحذيرية. فما حاجة أنجزت ولا مزال؟ إحنا بصدد إنها محسوب جميع المهام هذوما الكل، وبقدرة ربي إن شاء الله يعني في غرة ديسمبر باش نعلن رسميا على انطلاق أعمالنا وفتح مكاتبنا للمواطنين اللي تحب تعطي شكاياتها لهيئة الحقيقة والكرامة. لكن مثلا ماش كان هذا، احنا مشكورين يعني أعضاء المجلس التأسيسي صادقوا علينا وصوتوا علينا اختارونا، لكن احنا ما كناش نعرفوا شنية هيئة حقيقة والكرامة وشنية لازمها تعمل، رغم اللي الكلنا عنا خلفيات يعني في المجال الحقوقي في العدالة الانتقالية. أنا كنت رئيس مركز تونس العدالة الانتقالية، أخت الأستاذة علا كانت أيضا معناها عضو في اللجنة الفنية، عضو في اللجنة الفنية بالضبط، إضافة للمهام اللي كانت تتصدرها في منظمات حقوقية بين الريفورم إلى آخره. رغم ذلك الكل ما كانش عنا جسامة المسؤولية اللي
تو هي ملقاة على عاتقنا بموجب هذا القانون. وإحنا حقيقة شوية كنا خايفين عليه، خاطر ما عندناش الحق باش نغلطوا، ما عندناش الحق باش نخفقوا، ما عندناش الحق باش الناس نخذلوهم. وبالتالي حبينا نعرفوا بالضبط شنو اللي باش نعملوه، احنا شنو مطالبين باش نعملوه. خاطر كي تقرا النص كنش 14 سنه مش 4 سنين، وشوفوا شوف تكمل شيء المهام اللي منصوص عليها بالقانون. اذا احنا في 4 سنين كيفاش باش نخدموا، كيفاش باش نجموا ننجزوا هالمهام، نضبطوا سلم اولويات، حددتوا منهجيه عمل بالضبط. اي عملنا ذي الكل، وعنا تابلو دبور، وعنا قبل ما ندخلوا في تفاصيل منهجيه العمل، منعش لو كان انت او علا، هي علا بكري بدت لمحت للمساله، واجهتوا صعوبات مشاكل في بداية عملكم، سواء في واضح أنه في مشكليات صارت في المقر، في الميزانية، التمويل، في الإطار البشري الإداري اللي باش يعاونكم، يعني الإمكانيات اللوجستية، هذا الكل لو نحكوا عليه شوية، يعني وخاصة في علاقة بالحكومة والإدارة، كيفاش كان تقبل الحكومة والإدارة ليكم، وهل إنها كانوا متعاونين أو أنه لا فما صعوبات ومشاكل؟ تفضل مدام علا ولا سيدة سيام لي. شوف علاق في أثارت هذه المسائل والصعوبات اللي لقيناها، هي راو كان مدخول عليها، لأن لازم نعرفوا حاجة، أنه حاجة اسمها هيئة مستقلة تابعة الدولة التونسية ما دخلتش في مخ الإدارة التونسية. الإدارة التونسية مساسة مركز جميع السلطات وكل شيء ينبع منها، أنه حاجة مستقلة عليها وتتمتع بميزانية مستقلة، وهي يعني ما عندهاش دخل فيها، مفروض على المفروضين عليهم بالضبط. كل اللي جاءوا فكلك بيت من دارك، هذا هكا يراو فينا، جينا فكيني لهم حاجة. وبالتالي ما ثقافتهم ما تسمح لهمش باش يستوعبوا مثل هذه الهيئات، ومش احنا برك راو الهيئات المستقلة الكل تعرضت داير حاجة ساعات نضحكوا بها احنا، وقت اللي ما حبوش يعطيونا مقر، ما حبوا يعطيونا حتى شيء، وتسكروا البيبان في وجهنا كما يقولوا. تواجهنا رئيس الدولة ورئيس مجلس التأسيسي، كيشينا قابلناه سيد مصطفى مرزوقي، قالنا من غير ما تحكي له نعرفش باش تقولوا لي، ما عطاونيش مقر، ما عطاونيش كتابة، ما عطاونيش مالي، سبق وسمع ذلك، انا نعرفش باش تقولوا لي، خلونا نضحكوا بالضبط. قال لنا راهو في الطاولة هذه سبقوكم الليزي والهيكا والمتاع الفساد كلهم راهم سبقوكم، راهم راهي مشكلة هيكلية، لكن احنا موجودين لهنا باش نعاودوا نذكروا رئيس الحكومة انه راهو يلزم ثم التزامات تاع دولة، وما عندهمش الحق باش يتصرفوا كما يحبوا. لكن انا حبيت زادا نقول جوانب الإيجابية في وصلنا بعد هالمعارك هذه الكل. اولا احنا فرحانين عنا توا مقر مركزي، بناية تليق بالعدالة الانتقالية. احنا فرحانين باش ناخذوا قريبا ميزانية 2014 كاملة، خاطر عطاونا عليها تسبقة كاهو و2015 واللي أثارت بعض الضجة العديد من الزهر. يعني هما ما يتفكرون هالإعلام ذي، هو حتى ميزانية ليزي وإذا كلها أثارت، يعني ما يتفكرون كان باش يعملوا نابوز على قداش ياخذوا فلوس وقداش، أما احنا باش نعملوا والمهام شنية، هما اللي تلقاهم يسألوا عليها، يسألوا كانها فلان بيه وقداش باش ياخذ إلى آخره. طب والإطار البشري والإداري، احنا بصدد توقع عملنا معناها فتحنا باب الترشحات، وتوا عادين عملنا عقد مع وكالة تشغيل مهنية باش تنظر معنا في الفرز، خاطر ما نحبوش أنه يعاب علينا أنه ميزنا زايدة وعمر، وحبينا أنه العملية تكون بمسافة علينا احنا، لأنه مهم بالنسبة لنا أنه حظوظ الناس الكل تكون يعني على قدم مساواة. خلينا نفهم الانتداب مش تم عن طريقكم أنت مباشرة؟ لا احنا باش ناخذ القرار، لكن استعنا بأجنس دامبلوى، يعني أجنس اللي هم مهنيين هم عندهم خبرة في الانتدابات، يعرفوا كيفاش يفرقوا ما بين ملف وملف، خاطر الملفات تترام متراكمين كلهم يشبهوا لبعضهم، كيفاش باش تفرز بيناتهم، كيفاش باش تعدل بيناتهم، كيفاش باش تاخذ أحسن الخبرات، صعيبة شوية. طيب. دونك عملنا عقد. الحاجة الإيجابية أيضا هو أنه تعرف اللي الإدارة عندها طريقتها في الخدمة، يخدموا بالتعليمات، ما يخدموش كي تجبدوا القانون تقولوا ذي قانون، مازال بيروقراطية
والنظام الهرمي بالضبط هذا هو النظام الهرمي يعني يرحم فمك في الكلمة. ونذبي نحب نرجع له النقطة هذه خاطر هي أهم حاجة اللي هي تو باش نواجهوها في بناء دولة القانون المقبلة والديمقراطية. إذا تواجهنا لرئيس الحكومة وقلنا له يلزمك تعمل منشور وتقول لهم راهم يلزموا يسهلوا مهمة الهيئة بما جاء به القانون، موضوع النفاذ إلى الأرشيف، موضوع أنه ما معناها هو الأصعب مازال قدام يعني مازال الحاجة الإيجابية أنه يوم 30 سبتمبر رئيس الحكومة معنا أصدر هذا المنشور باش على الأقل مع الوزارات الكل والولايات والحاصل هذا كل يكونوا على الأقل يعاونونا شوي. احنا صارت لنا هنا في التورني هذه اللي حبينا نعملوها جولة في الجهات يعني نتوجه إلى والي باش يعطينا مش هو يعطينا باش يسمح للمندوب الثقافي باش يعطينا المكان الاجتماعي يعني شي قلنا احنا ما نعطيوش الجمعيات معنا سيد الوالي هذا مازال ما في بالوش يعطيك صح مازال ما في بالوش احنا من الجمعية يعني ولي وقت نستظهروا بهذا المنشور وهما يقتها يفهموا نفس الشيء مع الأمن يعني يسهل لنا مأموريتنا في الطريق قطر ما تعرفوا ثم مسائل أمنية ويبدأوا يوقفوا في الناس الكل لكن كين احنا نعلموهم مسابقا رانا باش نعملوا جوله يعاونونا احقاقا الحق ما نحبش نقول كان جوانب سلبيه لكن فما جوانب ايجابيه هي الحكايه الكل انه يتعودوا بينا وبشويه بشويه نوصلوا الى الاهداف اللي نحبوا نبلغوها. طيب خلينا تو ندخلوا في صلب الموضوع في العداله الانتقاليه، ربما هذه كلها تبقى اجراءات شكليات قد تاخذ وقت يطول او يقصر حسب الحالات. ان شاء الله نتمنوا لانه هذه انتظارات المواطنين ان ما يطولش اكثر وانه في اقرب وقت يتم تركيز الهيئات الجهويه وتبدأ عملها. ثم يعني كأنه شعور عام عند عموم التوانسة منذ فترة كأنه ملف العدالة الانتقالية أغلق وأنه أقصى ما يمكن أنه يصير في مسألة العدالة الانتقالية في تونس لربما إسناد بعض التعويضات لبعض الضحايا ومصالحة ربما شكلية وبروتوكولية ويقفل الملف وكأن شيئا لم يكن. الحقيقة موجود هذا الشعور العام موجود عند برشا توانسة والشعور هذا زاد مع عودة ظهور رموز وجوه التسميات المختلفة لنظام السابق واكتساحها للساحة الإعلامية للساحة السياسية وحتى أنها أصبحت وجوه مترشحة سواء في انتخابات تشريعية أو انتخابات رئاسية. هذا الكل خلى الكثير يشك ويضع كثير من نقاط استفهام حول إمكانية أنه تتحقق العدالة الانتقالية فعلا في تونس. الكلمة لك سيدة أولا. أنا أقول أنه إذا كان نحب اللي صار في تونس ما بين 17 ديسمبر و14 جانفي 2011 ينجح راهو يلزمنا نعملوا العدالة الانتقالية ونتحملوا مسؤولياتنا. والعدالة الانتقالية راهي كشف حقيقة، العدالة الانتقالية راهي مساءلة ومحاسبة، العدالة الانتقالية راهي جبر ضرر ورد اعتبار، والعدالة الانتقالية إصلاح مؤسسات. أنا هذا باش ننجحوا في اللي صار ما بين 17 ديسمبر و14 جانفي. إذا كان نحبوا ترجع لنا دولة الفساد وترجع الدكتاتورية فباش نعملوا اللي قاعدين الناس يحسوا به أنه باش تصير سامحوني في الكلمة تماكميلكا في الأثناء ويمكن بعض ذر الرماد على الأعين وهي ستعود الأمور إلى ما كانت عليه. فأنا نقول أحنا كأعضاء للهيئة احنا حاسين بثقل الأمانة اللي حطها فينا الشعب التونسي، احنا حاسين انه الصفحة هذه ما تتطوى الا ما نقراوها بالجداء، نجموش احنا نطويو الصفحة هذه الا ما نحسن قراءتها باش نستخلصوا الدروس والعبر اللي باش نواجهوا بها المستقبل متاع البلاد هذية. احنا شفنا التجارب وتعرفوا انتم ما شاء الله عليك انت مشاركه في اللجان الجهويه تعرفوا انه العداله الانتقاليه في البلدان الكل يعني صارت في يعني فوق الأربعين دوله. الدول هذه احنا اخذينا قريناها تجربها اخذينا منها الايجابيات متاعها والسلبيات متاعها، فكانت السلبيات ان يركز على آلية واحدة مثلا تركز على المساءلة دون
مثلا جبر الضرر وإعادة الاعتبار وإصلاح المؤسسات، أو أن نركز على مسألة مثلا كشف الحقيقة دون أن نسائل الناس ودون أن نجبر دون أن يحاسبوا. هذا هو يعني التركيز على آلية دون أخرى. ما تنجحش العدالة الانتقالية في تونس، ومش مش تنجح الثورة اللي صارت في تونس. ننتظر إن كل المسارات كل مراحل العدالة الانتقالية ستفعل هذا. احنا نطلبه من الإعلام، نطلبه من المجتمع المدني، نطلبه من الضحايا، نطلبه من الناس من الأحرار في البلاد هذه أنه يقفوا مع الهيئة هذه اللي هي هيئتهم بالأساس. احنا نحبوا نبنيوا تاريخ جديد لبلادنا، ونحبوا نحسنوا قراءة تاريخنا الماضي باش نعرفوا علاش الدكتاتورية استمرت في تونس، علاش تونس تحرمت، هي تضررت، تحرمت من أنها تكون ما بين الدول المتقدمة، علاش البلدان اللي كانوا يعني مهماشي أفضل منا كما الكندا كما البرتغال كما إسبانيا كما دول آسيا الشرقية كما تركيا اللي كانت تونس في السبعينات خير من تركيا، وشوف تركيا فين توا وإحنا فين. أنا نقول إحنا ماشيين في كشف الحقيقة، ماشيين في المسائلة الملفات اللي فيها انتهاكات ستحال إلى الدوائر المتخصصة والقضاء سيقول رأيه في هذا الأمر، وماشيين في جبر الضرر ورد الاعتبار وماشيين. وهنا نحب نقول راه في تونس عندنا لجنة خاصة ما صارتش في التجارب متاع العدالة الانتقالية الأخرى، بل هي في التجارب الأخرى دائما هي نقطة ضعف التجارب السابقة، إنه لجنة الحقيقة والكرامة وقت لجنة الحقيقة في البلدان الأخرى لما تتوصل إلى إصلاحات وتوصيات تكون هي وقتها كتقدمها في تقريرها النهائي تكون اللجان وفاة حياتها وفاة وفاة يعني المدى متاعها. فالتوصيات هذيك ما تلقاش شكون بالفعل يقف عليها ويحرص على تنفيذها ويدافع على تنفيذها، وكانت هذه نقطة ضعف. فتونس اللي صار انه احنا باش تحدث مع اللجان اللي قاعده تتشكل توا باش تحدث لجنه تعنى بالفحص الوظيفي واصلاح المؤسسات، يعني الناس الكل باش تخدم مع بعضها، اللجان الكل باش تخدم في نفس الوقت، وسنرى النتائج في خلال ان شاء الله. انا حنكي اعلام سنتابع اعمالكم اول باول ونكون متابعينكم، لكن خليلي بعلاقه بالسؤالي ونرجع للسيده سهام بن سدرين، لانه الحقيقه هذه من الاسئله اللي ملحه، وهذه اكثر الاسئله اللي تدور في خاطر المواطنين يعبروا عليها، وحتى في الاجتماع اللي عقدته اليوم في جيبس تردد هذا السؤال في وقت اللي الهيئه الحقيقه والكرامه ربما وتشكلوا هيئاتها الفرعيه وتبدا فعليا في فتح الملفات وفتح الارشيف، وقتها تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية انتهت، وكل والناس اللي تحصلت على الأصوات في الانتخابات شدت مناصبها، فربما نجد في المجلس نواب الشعب بعض من كانوا أعضاد وكانوا أذرع نظام سابق، ربما حتى في الرئاسة نجد دول بعض منهم مترشح للرئاسة ويعتبر أنه حظوظه قوية، لنفترض جدلا مبدئيا أنه توجدت وأصبحوا في سلطة قرار، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية. ف كيف لهيئة الحقيقة والكرامة أن تواجه هؤلاء، أن تحاسبهم، أن تسائلهم؟ هل بالفعل أنه إمكانية أن نسائل هؤلاء وهم في مركز القرار؟ أكيد باش نجم نسائله، القانون يسمح، وإحنا عنا استقلالية تامة على الأجهزة الدولة الكل، وعنا واجب المسائلة، ومهما كان مركز القرار الأشخاص اللي متعلقة بهم شبهات، إن كان حتى رئيس دولة، من واجب الهيئة الحقيقة والكرامة أنها تسألوا والحصانة بتاعه تترفع. إذن حتى لا حصانة أمام الهيئة، حتى حصانة ما هتمشي أمام الهيئة، إن كان متاع دولة ولا متاع برلمان ولا متاع اللي تحب. لكن حب نقول حاجة، صحيح اللي توا العديد من التوانسة وقالوا هنا اليوم في الاجتماع أنه يشعروا بالحسرة وقت اللي يشوفوا ناس عندهم مسؤولية في الفساد السياسي والمالي اللي تمارس في العهد الاستبداد، وكانوا في مركز القرار معناه ما كانوش منفذين. اليوم يتكلموا كأن احنا كنا في جنة، واللي باش هما توا يرجعوا لي باش يسيروا البلاد ومقاليد الحكم، وباش حينما ياخذوا السلطة يتوعدوا باش يحلوا الهيئة ويغيروا القانون.
شوف احنا نعتبر هذي كلام فارغ متاع ناس ما عندهاش حتى يعني لا رؤية ولا حياء، لانه اول حاجة البرلمان القادم مهما كان تشكيلته باش يكون برلمان تعددي بالضرورة بالقراءة فسيفساء أي. لكن مجبورين لكن فسيفساء الحاجة الباهية مجبورة باش تتشكل باش تعطي حاجة تحالفات باش تصير باش تصير بالضرورة. لكن مهما كانت التحالفات ما ثم حتى حزب باش يكون عنده ثلثي الأعضاء ولا حزب واحد. وهذه من إنجازات الثورة رو. خاطر قبل هذه الحزب الواحد والبرلمان الأحادي اللون هذه انتهاء ما عاش بشي توجد. إذن هالناس هذوما اللي قاعدين يتوعدوا أول حاجة ما عندهمش القدرة على الهيئة، ما عندهمش القدرة باش يغيروا القانون، وما عندهمش القدرة باش يمسوا الهيئة. هذه ساعة أولا. ثانيا باش يكونوا هما محل مسائلة إذا وصلوا، على خاطر هما توا عندهم المال اللي خذوه من الكيسة الدولة واللي قاعدين يستعملوا فيه ضد المكاسب الديمقراطية متاع الثورة. المال ذايا يعني بشي يقع مسألتهم عليه من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ خاطر عنا معنى هذا بالمهام المنصوص عليها بالقانون مش احنا قاعدين. إذن شيء اللي حب نأكد عليه أنه احنا مطمئنين، معنا حتى تخوف من هذا الشيء. اللي خايفين هم اللي خايفين. تعرضتوا لتهديدات؟ لأنه في كلامك في بعض الأحيان حس كأنه تلميح أنه تعرضتوا لبعض الضغوطات، حتى مش تهديدات ربما صريحة، فما صار هذايا؟ لا، الضغوطات ما يقدروش علينا، رغم ثم حتى جهة نجم تضغط علينا، أما التهديدات موجودة وصريحة، وساعات في الإعلام وساعات بالتهديدات أخرى. لكن هي أول حاجة ما تخوفناش، لأنه طبيعة مهمتنا هي فيها أنه نتعرض للتهديدات، كما الأمن وقت اللي يقوم بوظيفته باش يتعرض للتهديدات وتعرض للأخطار، وإحنا قابلين المهمة دي. كيف جينا وترشحنا كلنا نعرفوا اللي ثم مسؤولية خطيرة، لكن احنا هذه كل ما يخوفناش. الحاجة الوحيدة اللي تخوفنا انه ما نكونوش في مستوى ثقة المواطن، ما نكونوش حققنا جميع الاهداف اللي جاب بها القانون ومعناها انتظارات الشعب وانتظارات الشباب اللي فقدت الثقة في اهداف الثورة، ويقولون انتم اخر امل متاعنا. هذا اللي يخوفنا، يخوف انك ما تكونش في المستوى اللي هو مطلوب. هذا الحاجه الوحيده اللي تخوفنا. تهديدات هذوما الناس نتاع النظام الاستبدادي اللي توحشوا الاستبداد نتاع بن علي، هذا ما يخوفنيش راه بالكل، بل بالعكس اذا كان ثم جهه خايفه هما خايفين، مش احنا اللي خايفين منهم. طيب، هي ثقة في النفس واضحة، ربما الأساس متاعها الأول هو القانون الأساسي اللي أعطى للهيئة الحقيقة سلطات واسعة، سلطات قوية، أعطى استقلالية قانونية وإدارية ومالية، وهذه أسلحة قوية. لكن نجم يقول القائل أنه ربما خاصة أنه نعرف تجارب كثيرة في العدل الانتقالي في كثير ملدان، الكثير منها فشل، والتجارب فاشلة أكثر من التجارب الناجحة. إذا المسألة مش فقط مربوطة بأنه عندك قانون قوي ويعطيك صلاحات قوية، فما أشياء أخرى مع القانون مربوطة بشخصيات الأعضاء، مدى تمسكهم باستقلاليتهم، مدى تمسكهم بالحياد. فما أسئلة ربما تدور بعض الأذهان، هل أنه في يوم الأيام الهيئة ربما تخترق، البعض منهم قد يتعرض للتأثير، قد يتعرض للاحتواء، لأنه بشر في نهاية الأمر. شنو ممكن الضمانات أولية أو الرسائل اللي الهيئة يمكن تعطيها للمواطن أنه لا هذه الهيئة ستكون محصنة من كل ذلك؟ هو الحقيقة أنت حكيت احنا قوين بالقانون، صحيح احنا قوين بالقانون، أما احنا قوين بالمجتمع المدني زادة، احنا قوين بالمجتمع المدني التونسي القوي. وتعرفوا معناتها أهمية المجتمع المدني في تونس، وشنية النضالات اللي خاضها، وشنية النتائج اللي حققها. وكذلك احنا قويين بالضحايا اللي يحبوا هكا نهار يروه صغارهم ما يعيشوش فيه اللي عاشوه، ولربما الضحايا يحبوا يستقوا بيكم، يستنوا فيكم راهو زاد بالمقابل، يعني ربما تعبوا ياسر وانتظروا ياسر وصبروا ياسر، هما يحبوا يستمدوا القوه منكم يعني باش يوصلوا. هو هي هما يستمدوا منا القوه واحنا نستمدوا منهم القوه بالفعل. لكن بصدق احنا
وقبيلة قلناه احنا نخدمو عناتها فما برشا رقابة كسوسوا احنا بينات بعضنا. القرار ما يأخذش ما هوش قرار أحادي، يعني ديما احنا نرجعو مجلس الهيئة ونقرروا. ثم احنا قلناه رو فما تقرير سنوي باش يتقدم وباش يتنشر في الرايد الرسمي، رو تنجم معناتها الشفافية. الأستاذة توا قالت لك انه احنا حتى في مسألة انتدابات، يعني قلنا لا نشوفوا ناس معناتها رغم كون احنا اللي نحدوا لي كريتير معناتها المعايير نتاع الانتدابات، لكن قلنا هيت نشوفوا ناس مختصين باش نبعدوا مك الذاتية، باش نحاولوا انه نكونوا شفافين، يعني نحاولوا انه نرسيوا في عملنا احنا المبادئ اللي احنا نحبوها في البلاد، الشفافية، المساواة. شكون عملكم كله منشور حساباتكم؟ يعني ننتظروا انه هذا في الموقع الرسمي تاعكم كل شيء باش تكون قدامكم وتنجموا تعرفوا تحاسبونا، واحنا قديش نحبوا انكم تقفوا معنا، انكم تساندونا، وانكم تصاوبونا، وانكم تحاسبونا كي احنا نغلطوا. يعني بالفعل هذا راهو معناتها احنا ما نقولكش كل الاحتمالات اللي تحكي عليها راهو تنجم، لكن اللي ما يخليهاش توصل اولا انه القرار ما هوش فردي ما هوش احادي، وثانيا انه معتمدين الشفافيه الى اقصى ما نجم نحققه من الشفافيه. حب نضيف حويجه سيدتي انه راهو كما احنا ادينا قسم لالتزامنا بمبادئ العدالة الانتقالية، كل موظف بشي يخدم معنا بشي أدي نفس القسم. وإذا كان الموظف هذا يخرق المبادئ اللي قسم عليها يطرد مباشرة. يعني إذا كان هو باش نقوله هالو أي شخص راك إذا كان معناها تخرق هالمبادئ هذه مش مرسو رقابة ذاتية داخلية بالمعنى الإيجابي للكلمة. يعني أكيد هو بجاوبك هذا ما هتيلي السؤال اللي وتسألته عليه اليوم، وأنا متأكدة أنه في كل اجتماعاتكم في الجهات تسألته وقتاش باش يتم بالفعل يعني عمليا نشوفها رؤية العين، لأن المواطنين هذا الكليكة يحبوا الملموس، يحبوا يشوفوا العدالة الانتقالية ملموس أمام، وهذا اللي ينتظروا فيه. وسمعتوا أنتم قصص يعني بالفعل في قصص مؤلمة، وفي الحوارات الوطنية العدالة الانتقالية كانت قصص مؤلمة وجارحة وصادمة، فهؤلاء يعني صبرهم كاد ينفذ ويستنوا. فربما الخطوة الأولى اللي يحس المواطن في الجهات أنه بالفعل العدالة الانتقالية بدأت تأخذ مجرى هي تركيز الهيئات الفرعية. يعني الهيئات الفرعية باش تكون فيها هل نفس المعايير هذه، ثقة في النفس، الاستقلالية، الحفاظ على الاستقلالية، شنو معايير هل ما على الأقل عندكم تصور أولي كيفاش باش تكون هالهيئات هذه، عدد أعضائها، معايير اختيارهم، التعامل معها كيفاش باش يكون، لأنه ملفات حارقة أمامهم، ملفات كبيرة، وأكيد العمل في الجهات هو الأصعب أكثر منها في المركز. يعني الهيئة الفرعية عندها مهمتين أساسيتين باش تقوم بهم. أول مهمة استقبال ملفات متاع الضحايا وعملية الإنصات إلى الضحية. العملية الإنصات للضحية باش تكون عندها بالضبط نفس المعايير الإنصات اللي بيصير في المركز راهو. يعني باش تكون فريق متعدد الاختصاصات باش يستقبل الضحية وينصت يعني يسمحها وتكون الضحية عندها فرصة ظروف متاع لائقة وتحفظ كرامتها في عملية الإنصات. يعني عملية بشكون مدروسة وعلمية بالضبط. مش بشكون هيك علام بالضبط أي. مش اللي يجي بشي يقوم بالعملية الإنصات، العملية حساسة برشا، هي أخطر مسألة، هي أخطر مسألة لأنه كما أنت كنت تقول قبيلة يعني هي أول علاقة ما بين الدولة الجديدة والضحية لإعادة بناء الثقة، أن الدولة تعترف بالعملية هذيك أنها هالضحية هي قامت بخرق حقها وتعتذر لها، هي بمثابة عملية الاعتذار للضحية وإعادة بناء كرامتها. يعني هي دقيقة جدا وخطيرة جدا، وبالتالي نفس المعايير باش نطبقوها في المركز باش نطبقوها في الجهات. وبالتالي على قدر متى ستركز هذه الهيئات؟ فعندكم مش تقديرات؟ هي في خلال شهر ديسمبر بقدرة ربي يعني يكونوا اي شهرين يكونوا مركزين، مش يكون فما معناها يعني انت اعلان ترشحات قبول ترشحات بالضبط بالضبط. والمعايير زادة بتكون مضبوطة، واللجنة الفرز باش
تكون أيضا معناها محدة، معناها باش تكون كما قالت الأستاذة عملية شفافة وعملية أيضا فيها كيفاش يقولوها يد لامبيسيون، يعني مش أي إجا معنا أو كلنا مع بعضنا، لا خيرت ما فما في الجهة هذوك هما اللي باش نعتمدوا عليهم. طيب وهني زاد أكيد في تركيز الهيئات الفرعية، نتصور أكيد بيصير ربما بعض الإشكاليات فيما يخص الحساسيات الحزبية السياسية وانتماء بعض هل لهذا الحزب أو ذاك، وأكيد أن المسألة باش تطرح لكم بعض التحديات. في خليني نسأل سؤال آخر زاد مطروح، الهيئة الحقيقة والكرامة حسب القانون الأساسي عندها مجال تاريخي واسع جدا، وهامش عمل يعني واسع جدا، وربما من الهيئات النادرة دوليا اللي امتداد التاريخ يكون باش نبدو من الخمسينات الحقبة الاضطهاد اليوسفيين اليساريين فالإسلاميين القوميين وخلافه. سؤال في منهجية العمل، هل انه النقبيين دي من صحيح اي صحيح، يعني هل انه المسألة باش تتم منهجية تاريخية فانا اول مرة تبدو تحلوا ملفات مثلا اليوسفيين باعتبارهم، ام انه لا المسألة مربوطة بالملفات اللي بتجيكم من المواطنين؟ وضحونا هذه شوية خاطر فما فيها بعض الخلط. هو الحقيقة احنا عنا تصور اولي وانت تقريبا في سؤالك جاوبت، احنا باش جينا ملفات، احنا كل ملف باش يجي باش نفتحوه، مناش عاملين ترتيب حقبة زمنية، لكن احنا في اللي قاعدين نخدمه فيه توا احنا عنا فكرة انه نكونوا يمكن اربعة لجان تهتم باربع فترات تاريخية، اربع حقب معينة، كل لجنة مختصة بفترة زمنية. هذا هو بالضبط شكون العمل يعني ربما اكثر جدوى، باش يكون اكثر جدوى وباش يكون العمل الكل يمشي مع بعضه، ما نقعدوش خطر تعرف هذا ضحية يجيك ملف وباش يقعد سنة اربع سنين راهو ياسر عليه، فهمتني؟ فاحنا ماذا بينا اكل التعطيل والتطويل واللي مر عليه ماذا بينا نقصروه، فحتى انتم ما تشوفوا بعدين ميزانية، احنا يمكن اكثر خدمة واكثر انتدابات واكثر عباد باش تصير في السنة الاولى والسنة الثانية، لانه مش نحاولوا انه نلبيه اكثر ما يمكن من الاشكايات اللي اكيد بيجيكم الاف الملفات من المسائل اللي تجينا، فمعناتها باش تخدم في نفس الوقت، معناتها تكون لجان كل لجنة تختص هذا مبدئيا، معناتها النجم ورا ونرجع وتقولش بكم رجعتوا، لانه احنا قاعدين هذا منهجية عملنا تصور اولي يعني تصور اولي، وكما قلت الملف اللي يجي باش يتخدم، ما فماش ملف باش يقعد يستنى حتى نخدموا ملفات اخرى ونرجعوا له، لا اللي باش يجي باش يدخل قيد العمل. بالنسبه للحساسيات السياسيه انا بصراحه ولمستوا هذايا خاصه انا نتصور هي عمليه راهي رافقت كل ما تشكيل يعني مؤسسه دستوريه ولا حتى هيئات الفرعيه، صار هذا في الليزي وصارت برشا اعتراضات دائما يعني موجوده، لانه توا فما المد السياسي والحريه اللي فالجانب السياسي ولا طاغي على كل شيء، فولا تخوف من الجميع انه اي جهه مفروض تكون مستقله، لكن هو الحقيقه احنا باش تكون العمليه هذه هي عمليه شفافه، حتى المعايير باش يكونوا واضحين، يعني اللي يستجيب للمعايير وإحنا باش نقصيوه لغايات سياسية أو شيء مثل هذا ينجم يجينا وإحنا تو نتناقشوا وإحنا وياه، باش تكون معناتها ما عندناش ما نخبيه، يعني حتى اللي باش مش يتقبل لسبب موضوعي موجود، فهمت؟ ما عندناش لا باش نقصيه طرف معين ولا باش نعمله على طرف معين، احنا نحب ونخدمه، بل بالعكس احنا نراو انه حتى معناتها التاخر اللي وصل في اللي حصل في المسار الانتقالي هي السبب نتاعو هذايا، معناتها الناس اللي كانت تناضل مع بعضها والناس اللي كانت متوحده ضد الدكتاتوريه يعني في الوقت هذا صارت تختلف على أشياء أنا ما نقولش تافهة، لكن بصراحة مشي بذات القيمة والأهمية. طيب سؤال آخر، لأنه مسألة الضحايا وكيفية التعامل معهم، انتظارات الضحايا كبيرة، فما سؤالي طرح بخصوص الهيئة، هل هي بالضبط شنو؟ هل هي هيئة قضائية؟ يعني هؤلاء الذين أفسدوا واللي هل إنه ستقع الهيئة ستحاكمه أم ستحيلهم للقضاء؟ علاقة زد فما برشا أسئلة تحوم في علاقة الهيئة بالقضاء، شنية بالضبط علاقة تكامل تعاون أم إنه فما ملفات تختصوا بها أنتم ملفات يختص بالقضاء؟ شوية توضيح في خصوص علاقتكم بالقضاء.
هو الحقيقة الهيئة باش تجيها ملفات هي باش تنظر فيها، باش تبحث شنو اللي أيدك الشكاية هذيك، متعرف فما أرشيف، فما سماع شهود، فما معناتها باش تحاول أنه الملف هذا ترده، معناتها مش هي ترده، ما تبحث له ما يؤيده، والملف هذا باش تحيله أمام الدوائر القضائية المتخصصة. الدوائر القضائية المتخصصة هي دوائر يعني في القضاء العدلي، في المحاكم الابتدائية مبدئين خرجوا توا عنا 8 دوائر. القضاة اللي في الدوائر هذه سيقع يعني انتقائهم، القضاة هذوما سيختاروا، القانون يقول انهم مش ممكن باش يكونوا من القضاة اللي حكموا في الملفات السياسية في اللي شاركوا في المحاكمات السياسية، لكن كذلك هناك معايير أخرى. وراو نعرفوا صحيح أنه القضاء كان عصاة الجلاد وكان عصاة الدكتاتورية، هذا تخوف الحقيقة، لكن راهو يلزمنا نعرفوا وانتو ما عشتوا، يعني راو القضاة الشرفاء موجودين، راو فما قضاة دافعوا على القضاء ودافعوا على نزاهة القضاء، وراه فما ناس ضحات وناس اللي يعني خرج من خدمته خرج، واللي معناتها في بالهم ارموه في يعني أماكن نائية، معناتها مش في بالهم هما وهو في أي مكان من تراب تونس ينجم يفيد. يعني فما قضاء شرفاء، أو ما يلزمناش احنا نتعاملوا مع القضاء كأن أكيد القضاء أكيد كله فاسد. الهيئة القانون مكنها من شيء آخر وهو هام، تعرفوا أنه اللجان الأخرى لما أحالت الملفات على القضاء، القضاء مثلا نحفظها ولا ما نظرش فيها، ما نجمتش هي تعرف علاش أحفظها ولا علاش ما نظرش فيها. احنا القانون مكن الهيئة هذه من متابعة الملف، فحينما تحيل هيئة الحقيقة والكرامة ملف على الدوائر القضائية بإمكانها أن تطلب لماذا هذا الملف يعني أين وصل ولماذا وصل إلى ما وصل إليه، يعني علاش تخذ ممكن. لكن هي لحظة ربما هنا القضاء سيتمسك باعتبار سلطة القضاء وباستقلالية القضاء، وعندنا مبدأ الفصل بين السلطات، وربما ليس من حقكم قانون أن تدخلوا، ربما متابعة ونوصل الملف ونتأخر، لكن مش لدرجة أنه دخلوا في تفاصيل. هذا هو أنت جاوبت، أنت جاوبت يعني هي ليست محاججة بل هي متابعة، وانت تعرف حتى المتابعة دي راي عندها قيمتها. لا اكيد لكم تدفع بعض الملفات او المياه الراكدة تحركها، لكن ربما بعض الضحايا يتخايفوا لانهم ربما كانت عندهم تجربة مريرة للأسف مع القضاء لم ينصفهم، واكيد سمعتوا قصص يعني من ناس الى يوم هذا لم تنصف ولم ينصفها القضاء، فربما تخوف انه في نهاية الامر سنعود للقضاء الذي لم ينصفنا اصلا. فعلى كل ان شاء الله قادم الايام. تفضلي كلمة ليك مدام سهام. فقط حبيت نأكد حاجة، هو أنه شنو الفرق ما بين القضاء المختص والقضاء العادي، شنو الفرق بيناتهم؟ هو القضاء ذي المختص في العدالة الانتقالية سينظر في السياقات التاريخية اللي حدثت فيها الجريمة، ما هوش باش يكتفي باش يعطيني البروف، اي ذي عذبوا بين اربع حيوت محضر حتى حد باش يعطي حتى بروف، حتى عمره ما يعطيه. كنت في شهاده للقانون لا يكون هو اكيد باش يطلقوا تكوين القضاة تصور بالضبط، والتكوين باش يخص هذي انه باش ينظر الحقبة التاريخية ويشوف السياق التاريخي اللي صارت فيها الجرائم، واذا كان ثم العديد من الجرائم في بنفس النوع تعتبر هالجرائم معناها اثباتات بمجرد أنه تتكررت في كذا حالة في نفس الفترة. إذن طريقة الإثبات تختلف على القضاء العادي. إذن أيضا معنى الضحية باش تلقى فرص الإنصاف أكثر بكثير من القضاء العادي. ما ننساوش اللي نفس الهيئات القضائية سترفع مبدأ أساسي في القضاء اللي هو اتصال القضاء، ثم قضية وقع البت فيها نهائيا نعيد النظر فيها من جديد بما فيها قضايا جرحى وشهداء الثورة كلهم. إذن فما أمل جديد، ثم أمل لكل الضحايا أنه يقع إنصافهم. وإحنا علاش نأكدوا على هذي؟ مش على خاطر نحبوا نصفيوا حسابات زيد أو عمر، ما يعنيناش إحنا الجاني في حد ذاته، يعنينا أنه
السلم الاجتماعية متاع تونس. اليوم في تونس يحكيوا برشا على العنف ويحكيوا برشا على الإرهاب إلى آخره. منين جاي هو العنف والإرهاب؟ منين جاي؟ جاي من أنه ثم تراكمات متاع اضطهاد، تراكمات متاع أحقاد كبت. اللي كبت ناس محرومة من جد وهو جاي وديما محرومين، ديما يعني البلاد ذي كأنهم هما خارجين على الجمهورية، ما همش في وسطها. إذن هو باش يشعر اللي هالبلاد مش متاعه، هالبلاد ذي نبذته، وهالبلاد ذي يولي هو عنده حقد عليها. إذا كان احنا بعملية أنا نسميها رفع الألغام متاع الأحقاد اللي تراكمت على مدى عقود، أنه نوصلوا يعني الضحية يعني ننصفوها، نردوا لها الاعتبار. هني نجم نقولوا كاين في عملة بوجهين، وانه في ولا على عرفتك اللي من يرقص على الحب، يعني المسألة حساسة. يعني النجم نفس اللي تحكي فيه يصير العكس، ربما البعض يعتبر انه ربما فالفتح الملفات هذه فتح الجروح هذه، ربما يؤدي لانه احتقان الوضع. وفما ناس تحكي انه لا مش عدالة انتقالية، عدالة انتقامية، ونستحكي على عدالة انتقامية وربما يعني وتصفيات. فالخيط الرفيع بين هذا وذاك، كيفاش انتم كهيئة تنجموا تحققوا انه بالفعل في الاخر تؤدي لسلم اجتماعي مش الى انفجار معناها بين فئات وبين معناها اطراف المجتمع؟ سيدتي احنا راهو ما اخترقناش ما 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 خلقناش ما اخترعناش عفوا العدالة الانتقالية. ثم تجارب في العالم واحنا درسناها قبل ما نجيو. اش تقول هالتجارب؟ أنه تقول إذا كان ما صارتش معالجة سليمة لهالأحقاد وتركة الماضي، راهو يقعد يتابع فينا على طول، وتولي هالمجتمع ما هوش يصافي، قنبلة تتفجر في أي وقت، بالضبط قنبلة موقوتة. هذا الشيء اللي يصير وقت اللي أنت يعني ترفع هالألغام هذوما. إيش يصير؟ يصير أنه باش تصفي القلوب، مش ما بين الجلاد والضحية، خاطر الجلاد مش مطلوب راه باش نسامحوه، ولا مش مطلوب باش نقولوا له أكهو شيء ما صار. لا، هذيك جريمة مستمرة وذيك يمشي تعاقب عليها والقانون يعاقب عليها، والجريمة ما فيهاش لا مصالحة ولا سماح، فيهاش فيها ممكن تخفيف أكهو معناها ظروف. لكن اللي باش يصير هو أنه أك الشباب الحاقد، أك اللي يحب يحرق ويمشي من بلاده، أك الشباب أك اللي يستعملوا فيه مطية لأنه هو معناه مراك من الأحقاد، باش يوليوا يحبوا بلادهم ويشعروا اللي بلادهم عاطيتهم المجال، استرجاع ثقة، استرجاع ثقة بين الدولة والمجتمع. هذه أهم مهمة اللي باش توصل إليها عندكم ثقة إن شاء الله توصلوا لها. الحمد لله احنا واثقين. حاجة برك نقول أنه معناها الناس اللي تو تحكي كيفاش سميتها أنت قبيلة العدالة الانتقامية، هما ناس خايفين من المساءلة، خاطر ما ثماش عدالة انتقامية، عمرها ما صارت في حتى بلاصة اسمها حاجة اسمها عدالة انتقامية. اخترعوه الكلمة هذية باش تشويش على عملكم، الكلبابيليز يعني باش يردك انت تشعر بالعقدة الذنب وقت تقول نحب نسأل السيد ذا راه ضرني. لا، يلزمك تقولها وما تخافش منه، ويلزمه يتحاسب. وكي يقولوا احنا يتحاسب معناه يتسائل كشف الحقيقه، راهو اكبر عقاب هو كشف الحقيقه. احنا ما حشتناش بعقوبات، حتى القضاء يسلط وما يسلطش في اخر المطاف ما تعنيناش، تعنينا كشف الحقيقه. وكشف الحقيقه هو سيتون تيرابي، يعني المجتمع وهل ستكشف الحقيقه كل الحقيقه؟ نسعاو أكيد. ثم جوانب من ذاكرة تونسية باش تقعد ظلمة على خاطر إمكانية أنها تترفع، والتاريخ حتى في الدول العريقة في الديمقراطية عندها صفحات. وهي هي يقول لك هي مسار مش نتاع 4 أو 5 سنين. هو اليوم إسبانيا اللي ما عملتش لجنة الحقيقة وعملت زعمة مصالحة نتاع أيا كلنا وخيان ونبوسوا بعضنا، بعد 20 سنة فاقوا اللي غلطوا، واليوم عملوا لجنة حقيقة، اليوم بدأوا يخدموا فيها واحنا متقدمين عليهم. يعني نرجع لمدام علان، نجم نعتبر ان تونس يعني اختارت المسار الاصعب لكنه الاسلم. شوف احنا كان نرجع بعد الثورة التونسية والثورة المصرية، قلنا انه مصر وقتها مشي وعملوا دستور، قلنا كان اخترنا المثال المصري هذا هو، لكن نثبت انه احنا اخترنا الطريق الاصعب والطريق الاسلم،
وتعرفوا مدى أهمية أنه كان عنا مجلس تأسيسي في الفترات اللي في السنوات الماضية، وأنه كانت فما شرعية رغم كل شيء، كان فما مجلس منتخب وكنا نعود إليه ونرجع إليه. والتوانسة راهم أذكياء، وما رجوع التوانسة ديما للحوار إلا دليل على أنهم أذكياء. فأحنا قد يكون هذا صحيح يعني اختيار صعب، لكني أنا نقول راهو ممكن، إنه صعب صحيح لكنه ممكن، وراهو إذا كان ظافرة الجهود رانا ممكن نوصله، وممكن نوصله النتيجة يعني جيدة جدا. يعني بالفعل راهو ما تسيلش، أنا نتمنى أنه يمكن هكا بعد عام ولا عام ونص نجيوكم هكا مرة إن شاء الله أكيد ونحكيو معاكم ونكون وقتها وصلنا النتائج ملموسة، ونولي أنا وقتها نضرب على الطاولة وما تقولوا ليش بتعملش الحصة. مهم في مرة العدالة الانتقالية تولي تبين، هذا هو نولي ونحسوه. أنا بربي نحب نقول هو في النهاية مش تعطيكم الزوز كلمة ختام، اعتبروا كأنه ربما الضحايا كلها حتى مخيلة تخيلوها ضحايا اليوسفيين يساريين قوميين الكلهم الكلهم أمامكم، وانتظاراتهم كبيرة وصبرهم، شنو رسالة يمكن توجهها لهم لطمأنتهم أنه بإذن الله مسار العدالة الانتقالية باش ياخذ مجرى؟ احنا شيء ما نجمو نعملو بلاش بهم، إذا كان هما ما همش موجودين باش يطلبوا حقهم احنا ما نجمش نعطيهولهم، على خاطر احنا ما نعرفوا معناها شيء إلا ما توصلنا المعلومة. هما مصدرنا وهما المتلقي للخدمة اللي باش نقوموا بها، إذن كل شيء بين يديهم. احنا الحاجة الوحيدة نقولوها لهم بقدرة ربي باش نرفعوا التحدي، وبقدرة ربي باش نكشفوا الحقيقة، وبقدرة ربي باش نسألوا الجونات، وبقدرة ربي باش نرجعوا لكم كرامتكم اللي مرمدوها كما حبوا. انا نحب نقولهم قبل كل شيء معناتها بالفعل يلزم يخدموا ملفاتهم، ويزينا من الخدمة هكاية مزروبة وما عندناش وقت، لا عندكم وقت وخذيتوا وقت ومازال صحيتوا ومازال وقت. ثم أنا نقول راهو مش مهم أنك تلم برشا قضايا في ملف واحد وبرشا شكايات، لا يا أخويا أعمل عديد الشكايات وعديد الملفات، وحاول انك تخدمهم، وابحث عن شهود، وابحث شكون كان مربوط معاك وهو تحاكم وانت ما تحاكمتش وخرجت باش تثبت اللي انت كنت موقوف، واثبت شنو كيفاش خرجت من خدمتك واثبتوا. يعني حاولوا انكم تعملوا ملفاتكم بشكل انه الملف يكون كونسيستان، يكون سوليد، الملف يكون مقنع وينجم يكون يتخدم بالكدا. هذه حاجة اولى. الحاجة الثانية الله يخليكم رانا احنا عنا عام يمدد بنصف سنة لقبول الشكايات، فماذا بينا ما تقولش انا مشيت نلوج عك الورقة الفلانية باش نجيبها لكم والإدارات بعثتني وجابتني وتعداو العام ونص. يا اخويا قدم لي توا انا ملف ناقص ورقة ولحق لك الورقة في الوسط، اما راهو فما عام ونص ماذا بينا تجتهدوا فك العام ونص باش تقدموا الشكايات متاعكم. وأنا نقول راهو شاعرنا الكبير أبو القاسم الشابي قالك العام، وخرجنا احنا ذات 17 ديسمبر و14 جانفير رددوها، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. خير ما نختم به حصتنا اليوم من حوار ولقاء الخاص مع كل من السيدة سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، وعلا بن نجمة عضوة أيضا نفس الهيئة. كل الشكر لمحمد فقير، أنا سارة خاضر أحييكم، ألتقيكم في مواعيد قادمة، إلى اللقاء. حوار خاص، حوار خاص، سبور، الموسيقى، الأخبار، وزفن ثم معك التصويره.